طيب تقريبا نحن الآن لايف. طيب السلام عليكم ورحمة الله، مساءكم سعيد الإخوة والأخوات في مجموعة الباحثين السودانيين. أولا أعتذر للتأخير لأسباب تقنية، ما أقدر أقول كالعادة، لكن في حاجات خشيت في النص. أنا موافق خميس على عبد الله، مشرف في مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم لقاءنا آخر لقاء في أكتوبر اللي بديناه بالتوعية بسرطان الثدي، لكن هنختمه بشيء عقاري. معنا زميل الدراسة والتخصص باشمهندس أسامة محمد خير المهدي، حيتكلم لنا عن التقييم العقاري، أهميته وأساليب طرق التقييم الحديثة. في ناس كثيرة لما عملنا الإعلان للفعالية دي تقريبا قبل أسبوعين جابوا سيرة السمسرة، يعني شنو تقييم عقاري؟ ما انتوا سماسرة وانتوا انتوا انتوا. فالليلة ان شاء الله باشمهندس اسامة اللي هو باحث مهتم في مجال العقارات وعضو منتسب في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، واجتاز المناهج 101 102 103. احنا المناهج دي ما عارفها يا اسامة، لكن بعدين تشرحها لنا. عنده خبرة زي ما واضح هنا في البوستر، وهو زميل دراسة وتخصص زي ما كلمتكم، تخرجنا في نفس التخصص استشارة عن بعد يعني السودان في 2018. اتفضل يا دفعة، عرف نفسك بطريقة أفضل. أهلا أفضل وسهلا، أهلا وسهلا مهندس وفي، وشكرا جزيلا على التقديم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير، وشكرا جزيلا لحضوركم. بداية لابد أن أتقدم بالشكر والتقدير لمبادرة الباحثين السودانيين على تنظيم هذا اللقاء، والشكر والتقدير للإخوة والإخوات الذين سبقوني والذين سوف يلحقون بي في تقديم أوراق العمل المميزة. خليني أقدم نفسي أنا بطريقة مبسطة جدا جدا. أنا أسامة محمد خير المهدي من مدينة شندي، التحية للأهل والأحباب في مدينة شندي الذين يحضرون هذا البث. أنا باحث ومهتم في علوم العقار ومتخصص في التقييم العقاري، عضو منتسب في هيئة المقيمين المعتمدين في السعودية، أكاديمية التقييم للناس اللي بيعرفوها أو مطلعين عليها. اجتزت عدد من الدورات اللي هي دورة 101 ودورة 102 ودورة 103 في مجال التقييم العقاري. والدورات بتاعت 101 و102 و103 دي عبارة عن دورات ممنهجة من أكاديمية التقييم تشرح لنا بدايات التقييم العقاري، وكيف أنت تقدر تكون مقيم من الأساس إلى ما في يوم من الأيام تكون محترف. هي عبارة عن خطوات من 101 إلى 116 دورة، يعني فهمت؟ بعدد ساعات محسوبة من أكاديمية التقييم. اشتغلت في عدد من الشركات في السعودية، كبرى الشركات في مجال التقييم والتسمير العقاري، في حوالي 5 سنوات الحين. اشتغلت برضه في شركة إيتيا انترناشونال الإيطالية مهندس موقع، واشتغلت في وزارة التخطيط العمراني كذلك في ولاية نهر النيل، التحية للشباب والزملاء المهندسين اللي اشتغلت معاهم في ولاية نهر النيل. يكون حكاية بتاعت 5 أو 6 سنوات ما قابلتهم، بحييهم من هنا من هذا البث. حقيقة يا جماعة، علوم العقار بصورة عامة كثيرة جدا جدا، منها إدارة الأملاك والتسويق العقاري والتقييم العقاري والتطوير العقاري. بس ليش كان الاختيار في الويبينار هذا؟ ليش كان التقييم العقاري بالذات؟ لأنه يا جماعة والله التقييم العقاري بصورة أساسية صناعة حديثة ممكن تأثر تأثير كبير جدا جدا على اقتصادات الدول، يعني ممكن الدول تنهار اقتصاديا بسبب التقييم العقاري. أضف إلى ذلك، نحن ممكن نكون سمعنا بعض القصص يعني لمغتربين ولناس أشخاص عاديين جدا جدا، إنه يعني تعرضوا لخداع من قبل السماسرة في السوق، إنه كان يعني يشتروا أسعار عقارات بأسعار خرافية جدا جدا وعالية جدا جدا، يعني أعلى من السعر المتوقع في السوق. السبب شنو في الكلام ده كله؟ السبب إنه يعني ما في صناعة حديثة أو شيء يعني الناس ممكن تبني عليه أفكاره وتكون يعني شيء مسيستم أو شيء نظامي ويعتمد الناس تقدر تشتغل عليه. وأضف إلى ذلك، يعني التقييم العقاري برضه بصورة أساسية بيساعدك في اكتشاف العيوب الإنشائية للعقار، يعني فهمت؟ ممكن المقيم يدل لك على اشياء انت اصلا مخفيه عنك، انت بتكون ما عارفها، لانه السمسار في النهايه يبقى مصلحته الاول والاخير انه يفوز عليك بس بقيمه من العقار سعر عالي جدا جدا، وانت في النهايه تنعرض للخداع وللغش.
لكن ان شاء الله من خلال الويبنار هذا راح نقدم لك كيف انت تقيم عقارك بطريقه صحيحه، بحيث انك انت لا تتعرض للخداع وليس الظواهر السالبه من قبل السماسره، وتقدر تقيم عقارك بطريقه صحيحه وحديثه ان شاء الله باذن الله. انا ان شاء الله في هذا البث هتكلم لكم عن التقييم العقاري، اهميته واساليب وطرق التقييم الحديثه اللي هو ريال استيت ابريزل، التقييم العقاري. في محاور، 9 محاور راح انا اتكلم عنها، اللي هي انا قسمت عليكم التقييم العقاري ده اصلا هو شنو؟ نمرة 1، نمرة 2 ما هي معايير التقييم العقاري الدولية؟ نمرة 3 ما هي أغراض يا التقييم ماما انت العقاري؟ ما مشير السكرين، ما ظهر السكرين. مشير السكرين الحين يظهر معك، الظاهرة معك يا أستاذ سوري؟ تمام كده، تمام. طيب الآن أنا هتكلم يعني في الويبنار ده عن التقييم العقاري زي ما قلت، اللي هو أهميته وأساليب وطرق التقييم الحديثة، ريال استيت ابريزل. المحاور اللي احنا هنتكلم عنها في هذا الويبنار ان شاء الله 9 محاور، اللي هو مقدم عن التقييم العقاري، راح تعرف يعني مفهوم التقييم العقاري بصوره واضحه وصوره شامله. نمرة 2 ان شاء الله هتكلم لكم عن ما هي معايير التقييم العقاري الدوليه اللي هي تبنى عليها جميع اعداد التقارير بتاعت التقييم العقاري. نمرة 3 ما هي اغراض التقييم العقاري او الهدف من التقييم العقاري، ليه انا بستخدم التقييم العقاري، الاسباب شنو. 4 ما هي العوامل المؤثرة على أسعار العقارات، متى يعني يكون العقار سعره مرتفع ومتى يكون سعره منخفض. 5 ما هي من هو المقيم العقاري، وهل أي شخص ممكن يصير أو يصبح مقيم عقاري. 6 ما هي أساليب وطرق التقييم الحديثة، واللي هو ده مفهوم الويبينار اليوم اللي أنت مفترض تتعلم فيه طرق التقييم الحديثة إن شاء الله هنركز عليه أكثر شيء. 7 هعطيكم مثال على طريقة رسملة الضخ. طبعا مفهوم رسملة الضخ مفهوم كبير جدا جدا، ومعظم المحاسبين بيعرفوه جدا يعني، فهمت؟ 8 هتكلم عن التقييم العقاري في السودان، ما هي الأسباب بتاع ارتفاع العقارات، يعني احنا شايفين الآن العقارات ما شاء الله يعني بالدولار، الناس صارت تتكلم بالدولار، واحتمال لاحقا بالطريقة ماشيين فيها نحن دي راح نتكلم باليورو، واحتمال استرليني برضه، يعني ما معروف الوضع ماشي كيف. واخر شيء حديكم ريكومنديشن، يعني بعض التوصيات اللي احنا مفترض يعني تكون موجوده عندنا وتكون عندنا شيء ثوابت نستفيد منه ان شاء الله كملاحظات باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء مقدم عن التقييم العقاري. طيب متى كانت بدايه التقييم العقاري يا جماعه؟ اول حاجه نشاه التقييم العقاري يعني ممكن تكون من قديم الازل، يعني من قديم الازل، من زمن اجدادنا يعني، فهمت؟ ليه؟ لانه هم كانوا بيوسعوا في الميراث، تقسيم الاراضي والمباني والاراضي الزراعيه، وكانت الطريقه اجتهاديه جدا جدا في التقييم العقاري، كان في البدايه بتاعته، لحد ما في عام 1932 ظهر التقييم العقاري بصوره يعني اكثر اجتهاد يعني من بعض الاشخاص. ومع العولمه الاخيره يمكن في سنه 1985 في منتصف 1985 بالضبط، ظهرت مشكلة كبيرة جدا جدا، والناس لجأت للتقييم العقاري انه يكون بصورة مكتوبة والتقارير بتاعته تكون موجودة ومحترف به، يعني صار اعداد بتاع التقارير. والمشكلة هي شنو؟ انه في بنك اسمه بنك القروض والادخار في امريكا، وهو سادس اكبر بنك يعتبر في امريكا، اعلن افلاسه، يعني بسبب البنك ده اعلن افلاسه بسبب شنو؟ التقييم العقاري. كانت المشكله شنو؟ كان بده ناس قروض كتمويل، وبيعطوهم الغروض دي اكثر من الشيء المفترض يستحقون يعني في التقييم العقاري، في القروض بتاعتهم هذه، يعني كان مثلا سعر العقار مثلا مليون، يعطوا مثلا 90 مليون او 100 مليون، يعني فهمت؟ يعني شيء خرافي جدا جدا. السبب اللي خلاهم شنو؟ انه يكون يعني البنك ينهار يعني، وما عرفوه ولا اكتشفوه في نفس اللحظه، اكتشفوه بعد سنين، يعني انه الناس بقت ما بتسدد الغروض اللي عليها، يعني فهمت؟ كان بدايه التقييم العقاري. طيب عندنا تعريف التقييم العقاري، هو عمليه تقدير قيمه العقارات او الممتلكات او المنشات على اختلاف انواعها لغرض محدد وفي تاريخ محدد. انا لما اتكلم اقول والله يا اخي التقييم العقاري عباره عن عمليه، معناته يعني شيء يعني له اسس
ومناهج، يعني شيء ما مخمن، يعني شيء اسس ومناهج ومعايير وشيء يكون متبع، يعني فهمت؟ اليوم انا لما مثلا امشي لمكتب بتاع عقارات اقول له والله يا اخي مثلا سعر الارض مثلا في كافوري كم؟ هيقول لي والله مثلا سعر المتر للارض والله بما انه الايام هذه بالدولار، يقول لي مثلا 2000 دولار. انا ده ما بعتبره مقيم عقاري، ده بعتبره مخمن عقاري او اي شيء يعني اخر، يعني ما بالضروره انه يكون، يعني هو ما اعطاني سعر ولا اعطاني شيء يعني مثبت يعني علميا او بادله او بمعلومات تفصيليه. انا لما نقول برضو التقييم العقاري هو عباره عن تقدير للقيمه، يعني تقدير لقيمه العقارات معناته شيء يعني مقدر، يعني ما شيء حتمي، يعني ما شيء 100% صحيح، يعني فهمت؟ او ممكن يكون فيه نسبه بتاع التفاوت، يعني يمكن يجيني مقيم مثلا يعطيني سعر العقار مثلا والله مليون، يجي المقيم الثاني لا يعطيني مليون و100 مليون و500 مثلا، تمام؟ بس هذا الفرق بتاع التفاوت مفترض ما يتجاوز بين مقيم ومقيم اخر 5% او كحد اعلى في بعض البلدان 10%، تمام؟ ده بالنسبه لتعريف التقييم العقاري بصوره عامه. عندنا تاني يا جماعه معايير التقييم الدوليه. طيب معايير التقييم الدوليه قبل ما ادخل فيها لازم اعرف مجلس معايير التقييم الدوليه ده شنو اصلا، اللي هو International Evaluation Standards Council، عباره عن منظمه من منظمات القطاع الخاص موجوده اصلا وتاسست في امريكا والان مقرها في لندن. دي هدفها شنو الاساسي من انه يكون هم مجلس او عندهم معايير؟ انه بدون معايير فنيه واخلاقيه فقط، يعني من اجل عمليه التقييم، هذا هو الهدف. لكن ما عندهم يعني لا عندهم ربح ولا عندهم شيء يعني يتسموا بالاستقلاليه التامه. يعني عندنا يا جماعه معايير التقييم الدوليه، معايير التقييم الدوليه في جميع انحاء العالم هي خمسه انواع، اللي هي النوع الاول نطاق العمل. نطاق العمل ده انا اقصد به شنو؟ نطاق العمل يعني انا بتكلم فيه هنا عن شروط التعاقد مع العميل نفسه، بيقولوا عليه سكوب اوف ورك، يعني نطاق العمل سكوب اوف ورك، اللي هو انا بتكلم فيها عن هويه المقيم الحالي اللي يشتغل ليه التقرير ده، المستخدم بتاع التقرير نفسه هل هو مثلا محكمه او شركه او عميل او فرد عادي او اي شخص. ايضا بتكلم فيه عن الغرض عن التقييم بيني وبين صاحب التقرير نفسه او العميل، اعرف الغرض من التقييم شنو. حتى العمله بتاعت التقييم، هل هي بالدولار هل هي مثلا بالجنيه، ده بالنسبه لنطاق العمل. عندي الحاجه الثانيه الامتثال للمعايير واعمال البحث والاستقصاء. الامتثال للمعايير واعمال البحث والاستقصاء ده هنا انا فيه بتحصل فيه عن بمشي الموقع، ازور الموقع اجمع معلومات، والمعلومات دي نفسها لما نتحصل عليها لازم اجي اعمل لها اناليسيس داتا، احلل المعلومات دي عشان اتاكد من ان هي صحيحه 100%، تمام؟ عندنا نمره ثلاثه اعداد التقرير. اعداد التقرير ده بيشمل لنا نطاق العمل والامتثال للمعايير واعمال البحث والاستقصاء. لابد انه التقرير يشمل لي نطاق العمل، يعني من الهويه بتاعت المقيم والمستخدم بتاع التقرير، وايضا جميع المعلومات اللي اتحصلت عليها بعد عملت عليها اناليسيس. عندنا اسس القيمه او اساس القيمه. اسس القيمه عنده علاقه يا جماعه مع حاجه اسمها القرض من التقييم اللي هو جاي من نطاق العمل. اسس القيمه دي ممكن يعني انا اقول هي عباره عن انواع القيمه، انواع القيمه. ممكن اديكم مثال مثلا عن انواع القيمه دي شنو؟ عندنا مثلا القيمه السوقيه والقيمه الايجاريه والقيمه الاستثماريه والقيمه الخاصه. الفرق بيناتهم شنو؟ يعني كمثال سريع الفرق بينه مثلا القيمه الخاصه دي مهمه جدا جدا يا جماعه للمقيمين، الناس المهتمين بمجال التقييم لازم يعرفوها، لازم يكونوا عارفينها. القيمه السوقيه value for all، يعني هي القيمه لجميع الناس المشاركين في السوق، يعني اي شخص مشارك في السوق يبغى يعرف لازم يعرف هو القيمه السوقيه تكون لجميع الناس في السوق، اي شخص يحاول عليه انه يعرف القيمه السوقيه. عندنا ثاني القيمه الايجاريه، هي القيمه المتفق عليها في العقد، يعني بين المستاجر والمؤجر هي قيمه متفق عليها في العقد. عندنا القيمه ثاني، القيمه مثلا القيمه العادله. القيمه العادله دي بتكون بين طرفين فقط، يعني انا بتذكر في فتره من الفترات في السنين السابقه انا كنت شغال لشركه من شركات الاتصال الكبيره في المملكه، كان عندهم اسمه شنو ده البرج بتاع الجوال على سطح المباني، تمام، بيأجروه. فهنا كانت القيمه تعتبر قيمه عادله، ليش؟ لانه هم حيأجروا من شخص
لا عايزين الشخص يكون متأثر بالقيمة، ولا هم يكونوا متأثرين بالقيمة، فلازم تكون القيمة بين طرفين وتكون قيمة عادلة بيناتهم الاثنين. في ثاني قيمة ممكن نسميها القيمة الاستثمارية، دي بتكون لشخص واحد، أو الشخص ده ممكن يكون هو عبارة عن مستثمر. لماذا شخص واحد؟ لأنه مستثمر من مستثمر بيختلف حسب الأهداف بتاعت المستثمر التشغيلية وحسب أهدافه الاستثمارية اللي أصلا هو عايز يحققها. دي بالنسبة لأسس القيمة وأنواع القيمة اللي تشمل لنا أنواع القيمة. عندنا الطريقة، عندنا معيار التقييم الأخير من معايير التقييم الدولية الأخيرة، هو أساليب وطرق التقييم، وهو ده بنطاق الويبينار بتاعنا اللي زي ما قلت لكم لازم نحن نستوعبه ونفهمه. اسمحوا لي هنا أقول لكم إنه أنا المعلومات هذه جايبة من مستصغاه من أكاديمية التقييم، اللي هم يعني أكاديمية التقييم هو اللي أنا نبعت منهم وشربت منهم جميع المعلومات بتاعت التقييم واستفدت منهم استفادة كثيرة جدا جدا. وانا الشكر والشكر والتقدير من هنا للدكتور احمد صبري وعبد الله بكر، هذول يعني بجد ساعدوني في معلومات كثيره وانا استفدت منهم، بالاضافه للدكاتره والاساتذه اللي درسوني بعض المناهج، وانا شاكر لهم يعني. عندنا اغراض التقييم العقاري على سبيل المثال وليس الحصر. طيب يعني شنو اغراض التقييم العقاري؟ متى انا بستخدم التقييم العقاري؟ اول هدف من التقييم العقاري شنو؟ أول هدف من أهداف التقييم العقاري هو التمويل والرهن العقاري. يا جماعة أي واحد يمشي بنك يطلب منه، يطلب تمويل من البنك، حيطلب منه للعقار بتاعه يجيب لهم تقييم. شرط أساسي من شروط البنوك إنك لازم تتحصل على تقييم عقاري. التقييم ده يبنى على شنو؟ على المعايير اللي احنا قلناها، أسي لازم يكون شامل جميع المعايير الدولية هذه المتفق عليها. طيب اغراض برضو لاعداد التقارير الماليه. ليش نحن بنستخدم اغراض التقارير الماليه؟ احيانا بيكون مثلا على حسب الشركه، مثلا الشركه عندها هدف من حسبة مثلا نهايه السنه او معايير نهايه السنه دار تحقيقها معينه، عايز تعرف الشيء المالي بتاعها لازم يكون عندها تقارير ماليه. يعني فهمت؟ مثلا يعني صندوق بذكر انا في الانفراد، صندوق التنميه العقاريه نحن اشتغلنا له، وكان الهدف من التقييم بتاعه عايز يعرف الاعداد بتاع التقارير الماليه تبعه. عندنا تقسيم الميراث، ودي لو انت مشيت المحاكم هتجد جميع المحاكم فيها مشاكل بتاعت ورثه، عندهم مشاكل في العقارات، فلازم يعملوا لهم تقييم. ممكن مكاتب المحاماه بيعرفوا اكثر شيء، بيعرفوا اعداد التقارير بتاعت التقييم العقاري بخصوص الميراث، يعني عندهم كثير هذه. الاغراض الضريبيه، يعني بعض الدول بتطلب في العقارات نفسها بتشيل ضريبة منك، يعني فهمت؟ فلازم يعملوا لها تقييم. حالة البيع والشراء والعقارات دي معروفة لكل الناس، أي واحد عايز يشتري العقار بتاعه أو عايز يبيع العقار بتاعه فلازم يعمل له تقييم عقاري. ليش؟ طبعا في السودان ما يعني في الغالب بعض الناس اللي بيعملوا تقييم عقاري بعض الشركات، لكن الغالبية العظمى ما بيشتري بالتقييم العقاري ولا بيشتري بالتقييم العقاري، ودي بسبب يعني شيء يعني مفترض الناس تنتبه له، يعني لانه انت في النهايه يمكن تدفع فلوس اكثر من الشيء اللي انت بتشتريه اصلا، يعني تتعرض للخداع وللغش بسبب الكلام ده. عندنا اغراض لاغراض التامين ضد الحرائق والحوادث، يمكن تكون انت في يوم من الايام ساكن في شقه، والشقه دي مثلا وانت مؤمنه، فلا قدر الله لا قدر الله انه يحصل لك مثلا حريق في الشقه دي، فانت مضطر لازم يعملوا لك تقييم عقاري عشان شركه التامين تكون عارفه يعني انها حتديك كم يعني في حق هذا في العقار اللي حصل له الحريق ده. عندنا تاني يا جماعه المؤسسات الماليه لاغراض داخليه، يعني تعتبر يعني تخصها هي، يعني مثلا يقول لك والله يا اخي بتاع شركه، يقول لك يا اخي او مؤسسه انا عايز اعمل تقييم عقاري للاصول بتاعتي عشان اعرف الموازنه في نهايه السنه بتاعتي كم، وعندي لازم اعرف الاصول بتاعتي سنويا كم، يعني إذا كان عنده مشكلة في الزكاة أو في الضرائب أو مع الدولة أو مع أي شيء. عندنا تقدير قيمة الإيجار السوقي للأفراد أو الشركات للمساحات التابعة للدولة. أحيانا مثلا الدولة نفسها في مدينة ما أو في منطقة ما تعمل مثلا سوق صغير، في وكشاك مثلا أو في محلات أو معارض، فمضطرة إنها تأجرها، فلازم تعرف هتأجرها بكم، او حتكون او دار تبيعها حتكون مثلا سعر البيع اللي حتبيعه بيها كم. عندنا برضه يا جماعه دي تحديد اعلى وافضل استخدام للعقار، ده اجمل حاجه يا جماعه في التقييم العقاري. انا بتذكر في فتره من الفترات انا كنت شغال على مع مستثمر، قال لي يا اخي انا عندي 3 اراضي
في 3 أحياء في مدينة الرياض، تمام؟ فقال لي يا أخي أنا عايز أبني على أحد الأراضي دي مستوصف، تمام؟ قلت له تمام جدا جدا. قال لي يا أخي طيب أنا عايز أعرف المستوصف بتاعي ده حابني فيها تحي من الأحياء بتاعت من الأحياء العقارية. هو أعطاني حي مثلا نعتبر الياسمين والدار البيضاء وقرطبة. قال لي يا أخي أنا عايز أبني العقار بتاعي بناء على رأيكم، يعني على حسب دراستكم انتم. طبعا هنا لازم يدخل يا جماعه التقييم العقاري. اول حاجه حتقيم له قيمه الارض، تمام؟ لازم تعرف انت قيمه الارض والمستوى بتاع الدخل في المنطقه نفسه عشان انت تقدر تعمل التقييم بتاع العقاري. التقييم العقاري لازم تعرف حاجتين: المباني اللي هو حيبنيها انت حتفترض له افتراض وحتحسبها له كتكلفه انشائيه، وحتحسب له قيمه الارض، تمام؟ بالاضافه الى انه نحن لما جينا عملنا الدراسه بالنسبه للناس يعني بتاع الجي اي اس الجيوغرافي انفورميشن سيستم ممكن يعرفوا الحاجه دي اكثر. احنا كان عملنا دراسه للكثافه السكانيه في المنطقه عن طريق الجي اي اس اناليسيس داتا، وشفنا برضو المرافق في المنطقه، المدارس والمرافق الحكوميه، وشفنا الصيدليات في المنطقه حول الارض بتاعت الرجال هذا، وبرضو شفنا عدد السكان ذاته وكثافه السكان في المنطقه، وشفنا الناس الكبار في السن والناس الصغار في السن، لانه هذول اكثر ناس معرضين للمرض يعني، فهمت؟ فمن ضمن الاشياء هذه عملنا عن طريق الجي اي اس، عنده علاقه مع التقييم العقاري او مع العقارات بصوره عامه، فعملنا له دراسه وكانت جيده جدا وتشمل التقييم العقاري. ففي النهايه قررنا انه نديه العقار المناسب اللي حيقدر يبني فيه المستوصف. وحتى كمان يعني فيه ميزه في التقييم العقاري مع الدخل بتاعه او القيمه المستقبليه بتاعته، ممكن توريه في السنه حياخد كم او بعد سنتين حيدخل كم، يعني شيء كمؤشر، يعني مو بالضروري انه يكون صحيح 100% بس تقديري يعني، ما شيء حتمي. في حاله برضه نزع الملكيه للاراضي بالنسبه للافراد او الشركات، احيانا الدوله مثلا الدوله يكون مثلا عندها كوبري عايزه تبنيه، ويكون مار ببيوت او اراضي بتاعت ناس، ففي الحاله دي بتعطيهم مثلا تعويض يعني، تمام؟ لازم يقيموا عشان يعطوهم التعويض. اندماج او تصفيه او افلاس الشركات، احيانا الشركه اعلنت افلاسها عايزه تعرف الاصول بتاعتها، او مثلا شركاء عايزين يكونوا خاشين مع بعض عايزين يشوفوا المال لهم ولا عليهم شنو من الاصول تبعهم. برضو تحديد قيمه الاصول الاستثماريه للافراد، يعني فرد من الافراد عنده اصول عايز يعرف اصوله دي يعني تطلع لنا مثلا قيمته الاستثماريه كم. فدي قبل رجعنا نحن لاسس القيمه او اساس القيمه، عنده قيمه استثماريه لفرد، فهنا مضطر انت تطلع له الاعداد بتاع التقرير بتاع التقييم العقاري، والهدف منها هو الحصول على القيمه الاستثماريه. طيب يا جماعه عندنا هنا: ما هي العوامل المؤثره في اسعار العقارات؟ طبعا يا جماعه انا بقول لكم الموقع ثم الموقع ثم الموقع، ده الزبده بتاعت الموضوع. انت موقعك جيد ممتاز رهيب، انت خلاص انت معناتها تاكد تماما انه موقعك ده هيجيب لك فلوس ودخل عالي جدا. طيب قلنا موقع العقار المميز، عندنا ثاني حاجه اسمها اتجاه السوق في منطقه العقار، يعني السوق ده ماشي على وين؟ بناء على شو؟ بناء على حركه السوق. هل السوق مثلا ماشي من المنطقه على جهه البحر مثلا لاعلى، ماشيين الى فوق على الجهه الشرقيه مثلا في المدينه، ولا ماشي على وين؟ وهل في صعود وفي انخفاض ولا ايش الوضع؟ لازم تكون انت عارف حركه السوق في منطقه العقار، ماشي فيها تخطط، فيها تحي، في جهة الشمال النزوح، جهة الشمال، جهة الشرق، جهة الغرب، فأنت لازم تكون عارف السوق ماشي على وين عشان تكون شنو عارف عقارك بعدين بيسوى كم. مدى توفر الخدمات في منطقة العقار، هل الخدمات في المنطقة هل واصلة مثلا زي الكهرباء، زي الهاتف، زي الصرف الصحي، زي المياه، هل دخلت منطقة العقار؟ فكلما في المخطط الحاجات دي موجودة فسعر العقار تلقائيا راح يرتفع. المرافق العامة، هل المنطقة فيها مرفق حكومي؟ هل فيها مرفق مثلا تعليمي، مرفق يعني بتاع مدارس او مرافق خاصه؟ فهذه برضه بتلعب دور في العقار. مساحه العقار هي بتلعب دور، كلما كانت مساحه العقار بالنسبه للاراضي السكنيه فبتكون مميزه جدا، يعني الاسعار مثلا بتاعت العقارات مثلا لو 500 او 600 او 700 دي بالنسبه للمساحات بتكون جيده، احسن من ان تكون مساحتك 2000 او 3000. وايضا مساحه العقار كلما قلت كلما السعر بتاعك تلقائيا بيكون فيه نسبه بتاع زياده او مرقوبه من قبل المشترين ان شاء الله. شكل الارض الهندسي،
شكل الارض الهندسي برضو بيلعب دور في مساله الاسعار او سعر العقار. ليش احيانا بتلقى مثلا واحد بيته او العقار بتاعه في شكل مثلث، فهذا يعني ممكن يكون مضطر هو يسكن فيه يعني، فغالبا ما حيكون في راغبين او في ناس مشترين يشترون يعني. في عندنا برضو نوعيه التربه، نوعيه التربه دي شيء اساسي جدا جدا في بتلعب دور مؤثر في اسعار العقارات. ليش؟ لانه ممكن يا جماعه انت تبني على التربه، في يوم من الايام تكتشف انه عندك هبوط يعني في التربه بتاعتك عندك هبوط، فدي مشكله كبيره جدا جدا يعني. فالناس لازم تنتبه يعني، حتى لو عمل الفحص بتاع التربه يكون افضل يعني، وده الشيء العلمي والشيء المتبع حاليا يعني. عندنا برضه خصائص العقار، وتشمل لنا الخصائص هيكليه وجماليه وتحسينات. يعني مثلا المبنى الان اللي موجود مثلا عليه مثلا خدمه بتاعت انترنت، او على المبنى نفسه مثلا شيء ديكور او تصميم جميل، او عليه فاير فايت، ما زي المبنى اللي بيكون تراديشنال تقليدي يعني، ما فيه شيء جمالي ولا فيه شيء في تحسينات جيده يعني. تمام. عندنا برضه اشتراطات البلديه او المحليه والامانه ومعامل مساحه البناء. يعني في الغالب الناس كلها بتبني من قطعه الارض بتاعتها حول 60% يعني. تمام. بيحق لك انك تبنيه يعني. تمام. لانه هم بيشيلوا منك 60% هذه، فلازم انت تكون عارف نفسك مساحتك كم، ما تكون انت اصلا مخالف، ما تكون عندك مشكله مع البلديه، او بعدين يعملوا لك ازاله، او تقوم يدفعون غرامه. فلازم انت تكون عارف يعني، دي مؤثره جدا جدا في سعر العقار، بالذات الشخص اللي يبغى يشتري منك العقار. وجود نزاع قضايا على العقار، هنا يعني لنا شنو الكلام ده؟ وجود نزاع قضايا على العقار يعني العقار بتاعك ما يكون عليه مثلا مشكله، او عندك مشكله مع الحكومه، او عندك مشكله بتاعت ميراث، ده ما في شخص حيشتري منك العقار، بيعمل لك مشكله يعني. الشاري بيقول هذا بيضيع لي زمني، وممكن تكون في مشكله يعني في غضب عنه يعني. العقار برضه يكون مرخص، ما يكون فيه مخالفات. احيانا واحد يبني لك مثلا بنيان على الصامت، بالنسبه للناس اللي ما بتعرف بنيان على الصامت مع الجدار مباشره، ما هي مساحه ولا يكون فيه ارتدادات اصلا يعني للعقار، فده برضه مؤثر يعني، يمكن تكون فيها غرامات بالنسبه لك من الامانه او البلديه. مستوى الدخل في المنطقه، هل المنطقه اللي انت فيها دي اول حتشتري فيها مستوى الدخل بتاعك كيف؟ هل الناس دي عندهم فلوس؟ السكان دي عندهم فلوس؟ طبقه بتاعت اعمال، طبقة بتاعت ناس عندهم فلوس، ولا كيف الوضع بتاعهم؟ دي برضه مؤثر يعني. أو طبقة عادية، هل تقدر تبني فيها مثلا 3 أدوار 4 أدوار؟ وجود مستأجرين أو عدمها، هل المنطقة نفسها مثلا منطقة بتاعت عمال فيها ناس مستأجرين، أو المنطقة مثلا بتاعت مكاتب عقارية، أو مكاتب مثلا الناس كلها حتتأجر منك؟ إذا أنت مثلا بنيت عمارة وعملت فيها شقق وفيها مكاتب، هل الناس حتتأجر منك، ولا أنت باني في منطقة بعيدة جدا؟ طيب يا جماعة، عندنا برضو من المحاور، من هو المقيم العقاري؟ هل أي شخص ممكن يكون مقيم عقاري هو؟ والله السؤال ده بيسأليه كثير، هل أنا أقدر أكون مقيم عقاري يا أسامة؟ هل أقدر أكون مقيم عقاري؟ وإيش الشروط وإيش المتطلبات؟ يا جماعة، أي شخص ممكن يكون هو مقيم عقاري إذا التزمت فيه بعض الشروط يعني، شروط تكون معينة فيه يعني. تمام؟ ممكن يكون التعريف بتاع التقييم العقاري أو المقيم العقاري بصورة واضحة وأشمل، هو الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة العقار في تاريخ محدد وزمن محدد. يا جماعة، أي شخص يقدر لنا قيمة العقار في تاريخ محدد وفي زمن محدد، ده ما بيكفي إنه هو خلاص هو مقيم عقاري، لازم يكون عنده شروط. الشروط هذه يكون يتسم لنا بالسلوك الأخلاقي والمصداقية في المهنة، طبعا دي في كل المهن، لازم يكون الشخص يكون عنده أخلاق، يكون صادق، يكون أمين يعني. عندنا برضه لازم يكون عنده خلفيه يعني بالمجال الهندسي بتفاصيل البناء يعني، على الاقل يكون مثلا عنده معلومات كافيه تخليه يقدر يعني يعرف مسطحات المباني بتاعت العقار، يعرف يقيس المساحات بطريقه صحيحه، يعرف جوده البناء اللي موجوده وجوده الاشتباك والعزل المائي والعزل الحراري والاشياء التكنيكال الهندسيه هذه، لازم يكون عارف وعنده المام بها يعني. ومعرفة العلوم الإدارية والمحاسبية كذلك، لابد إنه المقيم يطلع عليها ويعرفها، لأنه أنت في يوم من الأيام كنت تشتغل عمارة، هي تشتغلها مثلا برسملة الدخل. تمام؟ إذا أنت ما بتعرف رسملة الدخل وما بتعرف الشغل المحاسبي، ممكن تقدر تشتغل تقييم عقاري. وأخيرا إنه لازم يمارس الكلام ده كله على أرض الواقع يعني، في النهاية لو ما مارس الأشياء دي على أرض الواقع، مهما يكون واحد يكون في يوم من الأيام مقيم عقاري. فدي الشروط اللي بتخلي اي واحد ممكن يكون مقيم عقاري، وبالاضافه لانه يقرا دورات ويشوف على حسب وضع البلد اللي هو موجود فيه، يقرا دورات يواصل فيها يعني. طبعا جينا هنا لزبده الموضوع، عندنا هنا اساليب التقييم العقاري.
اساليب التقييم العقاري في الدنيا دي كلها، اللهم الا في ناس امريكا اللاتينيه طبعا بيلعبوا لعب ثاني، يعني ما زي اوروبا ولا زي امريكا ولا زي الشرق الاوسط. اساليب التقييم العقاري اسلوب السوق، اسلوب الضغط، اسلوب التكلفه. طبعا احنا هنعرف بالاساليب بتاعت التقييم العقاري، اساليب التقييم العقاري تختلف عن طرق التقييم العقاري، فدي لازم الناس تنتبه لها. انا لما اقول اسلوب التقييم العقاري ما معناته انا قاصد طريقه التقييم العقاري، لا، الاسلوب لحاله والطريقه لحالها. الطريقه هي جزء من الاسلوب، يعني مثلا انا اقول مثلا من طرق التقييم العقاري طريقه المقارنات المشابهه اللي هي عندها علاقه مع اسلوب السوق اللي هو جزء من اسلوب السوق، تمام؟ طيب طرق التقييم العقاري الحديثه اللي هو هدفنا في الويبينار اللي فات كله شيء يعني انتروداكشن فقط، مقدمه للموضوع بتاع التقييم العقاري. الان ده زبده الموضوع. طرق التقييم العقاري يا جماعه اللي هي جايه من اساليب التقييم العقاري، عندنا اسلوب السوق، الطريقه بتاعته اسمها طريقه المقارنات المشابهه. اسلوب السوق الطريقه بتاعته اسمها طريقه المقارنات المشابهه، بيقول عليها كومبربل كومبربل سيلز ابروتش، تمام. عندنا اسلوب الدخل عنده اربع طرق، اسلوب الدخل عنده اربع طرق. الطريقه الاولى اسمها طريقه الاستثمار وبيقول عليها رسمنه الدخل income capitalization، وعندنا الطريقه بتاعت القيمه المتبقيه ودي بتكون دائما الاراضي الخام residual value، وعندنا طريقه التدفقات النقديه المخصومه discounted cash flows، وعندنا طريقه الارباح profit ميزود طريقة الأرباح. الطرق الأربعة دي طريقة الاستثمار وطريقة القيمة المتبقية والتدفقات النقدية المخصومة والأرباح دي من أساليب الدخل، دي طرق بتاعت أسلوب الدخل، تمام. وعندنا أسلوب التكلفة بطريقته اسمها طريقة التكلفة الإنشائية structural cost structural cost ميزود، تمام. طريقة التكلفة الإنشائية. أسلوب السوق يا جماعة نحن الآن حنتكلم عن أسلوب السوق والطريقة بتاعته، تمام؟ أنا هعطيكم الفكرة لأنه يا جماعة مستحيل أنا أعطيكم أسلوب السوق وطريقة المقارنات المشابهة في ويبينار صغير، بس أنا راح أعطيك الفكرة. ليش؟ لأنه هذا يحتاج يعني هذا في أكاديمية التقييم يمكن يكون منهج بحاله، يعني يحتاج أنت أيام وشهور عشان أنت تطلع على أسلوب السوق فقط، لأنه السوق مفتوح وفيه كل شيء يعني، تمام؟ أسلوب السوق الطريقة بتاعته اسمها طريقة المقارنات المشابهة، تمام؟ الفكرة بتاعتها شنو؟ أو المفهوم بتاع طريقة المقارنات المشابهة شنو؟ أنا عندي عقار عايز أقيمه، عقار محل التقييم ده تبعي أنا اللي عايز أقيمه، تمام؟ هضطر أمشي في نفس المخطط أو المخططات المجاورة، أجيب عقارات مشابهة من حيث الخصائص بتاعت المساحة، تمام؟ ومن حيث الواجهات بتاعت الشارع يكون قريب من عقاري، أو بعض العوامل تكون متشابهه قريبه لعقاري جديد من حيث الشارع، الخدمات في منطقه العقار، العقار ذاته يكون سكني مثلا، لازم يكون عقاري سكني لان انا عقاري بيو، تمام. والمقارنات دي انا لازم يجي اعمل لها حاجه اسمها ضبط نسبي او عوامل بتاع التسويه، تمام. عوامل التسويه دي كثيره جدا جدا، فكل مقيم ممكن يختلف عن المقيم الاخر. يعني الان انا مثلا جبت عندي عقار مساحته 1000 متر مربع، انا حد انا عايز اقيمه، تمام. فانا عندي عقارين راح امشي اجيب مساحاتهم، مثلا المساحه الاولى باللون الاحمر هذا 800 متر مربع، هقارنه مع العقار بتاعي المساحته 1000 متر مربع، تمام، لكن في نفس المخطط بس مساحته اقل شويه. وعندي عقار ثالث برضه في نفس المخطط مساحته 500 متر مربع، برضه ده راح اقارن بيه والعقار بتاعي. هذه العقار اللي مساحته 800 متر مربع والعقار اللي مساحته 500 متر مربع، دي عقارات انا هتكون عقارات محل مقارنة مع محل التقييم بتاعي، هاجي اعمل لها ضبط نسبي عشان ووزن نسبي علشان احصل على القيمة العقارية بتاعتي. العوامل بتاعت التسوية دي كثيرة، لكن في الغالب الناس بتشيل منها بعض العوامل، مثلا مساحة الأرض، الظروف بتاعت السوق، حتى ظروف السوق. يعني انت مثلا العقار بتاعك ده جبته ده وهو يكون منفذ مثلا كان قبل 6 شهور ولا قبل سنة ولا الآن معروض ولا الآن منفذ قبل يوم أو قبل يومين، دي ظروف السوق. لأنه العقار اللي كان يتباع قبل سنة ما زي العقار اللي سعره اليوم، تمام. عندنا ملكية العقار برضه، دي من ضمن العوامل بتاعت التسوية. ملكية العقار، هل العقار ده ملكيته مطلقة ولا فيه حيازة، تمام. والخدمات في منطقة العقار أو الخدمات المحيطة بالنسبة للعقار، هل مثلا
في مرافق، هل في مثلا صرف صحي، في هاتف، في كهرباء، الخدمات موجوده في العقار بتاعي. وعندنا برضو العمق التجاري، فانا كنت مثلا مقيم عقارات ما سكنيه، عقارات تجاريه، اشوف العمق التجاري بتاع العقار بتاعي كم كبير صغير، مساحته كم، طوله كم، سهوله الوصول. هل العقار بتاعي ده مثلا بقدر اصل مباشره اذا انا ماشي له، ولا في عوائق مثلا زي جسر او مثلا نفق او مثلا زي كوبري الا اعمل ريتيرن فيه، ولا كيف؟ واجهه العقار برضو من الاشياء المهمه، يعني واجهته شماليه او واجهته على واجهه واحده على واجهتين على حسب. عندي برضو استخدام العقار برضو، هل هو سكني ولا هل هو تجاري ولا سكني تجاري، برضو بتحكمك يعني بصوره عامه. طريقه المقارنه المشابهه اللي هي ناتجه من اسلوب السوق. تمام، عندنا اسلوب الدخل. اسلوب الدخل اللي ده زبده التقييم العقاري يا جماعه، لان انت في النهايه لما تيجي تقيم، تيجي تقيم شغل بتاع عمارات، بتقيم مثلا مول، مركز تجاري، اشياء كبيره جدا جدا وضخمه، يعني مو زي اللي فات. اللي فات انت تقارن ارض بنفسك انت. طيب عندنا 4 انواع او 4 طرق من اسلوب الدخل. الطريقه الاولى اسمها الطريقه الاستثماريه، بيقول عليها رسمله الدخل. طيب انا هشرح كل واحد مفهوم شنو عن الثانيه. تمام، طريقه الاستثمار الهدف منها يا جماعه انا اتحصل على القيمه السوقيه النهائيه للعقار. ودائما دائما انا بشتغل يا جماعه طريقه الاستثمار للعقارات المدره للدخل، مثلا زي العماير. تمام، انا عارف مثلا عمار عندي فيها محلات تجاريه تحت، وعندي فيها مثلا شقق مكتبيه او شقق سكنيه. ففي الحاله دي انا حقدر اقيم، ما عنده علاقه مع الارض الكلام ده، عنده علاقه مع الدخل بتاع الشقق والدخل بتاع المعارض. تمام، طريقه الاستثمار الفكره بتاعتي كالاتي: انا بشوف صافي الدخل اللي بيجيني كم من الشقق ومن المعارض. صافي الدخل، صافي الدخل ده انا بديه نسبه بتاع الصيانه ونسبه بتاع التشغيل، اللي هي دي شنو؟ بضرب في نسبه بتاع الصيانه وبتاع التشغيل. ليش؟ على انا عارف انه مثلا العقار بتاعي ده فيه مثلا عمال بنظفوه، فيه صيانه دوريه او سنويه راح تكون موجوده، فيه خدمات بتاعت كهرباء، وفيه خدمات بتاعت انترنت، فيه خدمات بتاعت مياه انا لازم ادفعها، هل هي علي انا ولا على المستثمر؟ نسبة الصيانة والتشغيل على حسب العقود التأجيرية الموجودة. فأنت راح شنو؟ راح تقسمها من صافي الدخل بتاعك. القيمة اللي بتجيك دي تقسمها على معدل الرسملة. معدل الرسملة ده شنو؟ معدل الرسملة ده هنشوفه في المعادلات تحت كيف أنا بتحصل عليه. معدل الرسملة ده أنت بتحصل عليه من السوق. تمام؟ يعني صافي الدخل الناتج ده تقسمه على معدل الرسملة بتجيك القيمة السوقية للعقار بتاعك أو للعمارة بتاعتك. ده مفهوم طريقة الاستثمار. عندنا طريقة القيمة المتبقية. طريقة القيمة المتبقية المفهوم بتاعها يا جماعة سهل جدا جدا. أنا دايما بشتغل 200 طريقة القيمة المتبقية لما يكون الأرض مساحات كبيرة جدا، يعني أنا عايز مثلا أعرف سعر المتر لمخطط كامل. تمام؟ أو مساحات تكون مثلا من 50,000 60,000 100,000 إلى مليون، إلى 3 مليون، إلى 4 مليون، يعني مخططات كبيرة جدا أو مساحات بتاعت أراضي خام تكون كبيرة جدا أنا أقدر أطلعها. طيب مفهومك كيف؟ هي الفكره بتاعتك كالاتي: طريقه القيمه المتبقيه فكرتك كالاتي، هي يمكن تكون شويه صعبه للناس اللي ما فاهمينها، لكن انا ببسطها إيه؟ هي الفكره انا بخلي عندي مجمل بتاع ربح ومجمل بتاع مبيعات. يعني انا مثلا عندي مخطط كامل، المخطط ده مساحته مثلا نقول 200 مليون. تمام؟ ال 200 مليون دي انا هربح فيها كم؟ دي الفكره. طبعا بعد ما انا احسب حجم التطوير وسعر سعر التطوير اللي انا هشتغله، بعد ما انا حسبت الاشياء دي كلها هعرف حجم المبيعات بتاعتي دي كم. حجم المبيعات بتاعتك دي اذا كانت مثلا 200 مليون، تمام، ال 200 مليون دي انا والله مستعد مثلا اربح فيها مثلا 80 مليون. انا هنقص مجمل المبيعات دي ناقص الربح اللي انا اتحصلت عليه، اللي هو مثلا اذا قلنا مثلا مجمل المبيعات 200 مليون والربح اللي انا متحصله مثلا 80 مليون، الباقي لنا مثلا 120 مليون. ال 120 مليون دي انا مستعد ادفع ال 120 مليون دي للمشروع ده. تمام؟ هقوم اقسم منها شنو ال 120 مليون؟ ال 120 مليون دي هقسم منها تكلفه البناء اللي انا هبني به المخطط ده. تمام؟ ال 120 مليون ده انا اشوف تكلفه البناء اللي انا هبني به المخطط ده، مثلا قلت كلفني والله البناء ده 100 مليون. تمام؟ قيمة الأرض الناتجة الأخيرة هي ال 20 مليون الصافي الأخير ده. تمام؟ مجمل المبيعات ناقص صافي الربح، القيمة اللي بتجيني دي
انا طلع منها تكلفه البناء او البنيان اللي انا حابينه في المخطط ده، اللي باقي ده هو بيمتلي الارض. هذه هي طريقه القيمه المتبقيه بناء على سعر التطوير وحجم التطوير واشياء كثيره لازم تكون عارفها في الحسبان. فدي برضه احتاجها مثلا للناس اللي ممكن تقدر تستفيد اكثر في اسلوب الدعم، بتتواصل معايا خاص انا افيدهم بتقارير مشابهه وافيدهم بشيتات بتاعت اكسل واعلمهم على طريقه القيمه المتبقيه وطريقه الاسماء وكل اسلوب الدخل ان شاء الله. طريقه الدفعات النقديه المحسوبه، طبعا يا جماعه اسلوب الدخل بيعتمد لنا بطريقه اساسيه بنسبه 100% على مفهوم التدفعات النقديه المحسوبه اللي هو ديسكاونت كاش فلوز. تمام؟ ليش؟ لانه هو بيعتمد على القيمه الحاليه يعطينا لها قيمه مستقبليه، حتى طريقه الاستثمار يعطينا قيمه العقار المستقبليه او القيمه الراسماليه المستقبليه. تمام؟ الفكره بتاع طريقه التدفعات النقديه المحسوبه هي مبنيه على حاجه اسمها مبدا التوقع. تمام؟ مبدا التوقع، يعني انا حتوقع كم على العقار بتاعت القيمه الحاليه بتاعت العقار الان مثلا 100 مليون. ال 100 مليون دي انا في المستقبل او بعد 5 سنة او بعد 10 سنة حتصير كم؟ يعني قيمه حاليه تحولت لي لقيمه مستقبليه بعد سنوات معينه بناء على معامل خصم معين او مناسب انا بطلعه من السوق. تمام؟ عندنا الطريقه الاخيره اسمها طريقه الارباح. طريقه الارباح دي ما عندها علاقه مع القرض ولا عندها علاقه مع شيء، تمام؟ بناء على انشطه تجاريه ربحيه. يعني انا مثلا بستخدمه مثلا لما اكون شغال مثلا عايز اجيب قيمه العقار بتاع فندق، تمام؟ او عايز اجيب مثلا محطه بتاع بنزين، الدخل بتاعه كم او القيمه السوقيه الربحيه بتاعت كم، ما عنده علاقه مع قيمه الارض ولا عنده علاقه مع قيمه المباني اطلاقا. طريقه الارباح ممكن اشتغل مثلا اجيب الدخل بتاع السينما، تمام؟ يعني ممكن اشتغل اللي محطه بتاع بنزين او سينما او فنادق بطريقة الأرباح، ما عندها علاقة مع القرض ولا عندها علاقة مع المباني إطلاقا. عندنا الأسلوب الأخير اسمه أسلوب التكلفة، وده يمكن يكون أسهل أسلوب وأبسطهم، وغالبا غالبا إحنا ما قاعدين نستخدمه كثير جدا. ليش؟ ما بنستخدمه إلا يكون العقار جديد. ليش؟ لأنه أنا يا جماعة مفهوم أسلوب التكلفة أسلوب أول حاجة بسيط وغير دقيق في نفس اللحظة، غير دقيق. ليش؟ مفهومه كالآتي: انا بجيب قيمه الارض وبجيب قيمه المباني، المباني دي اللي بجيب مقاول هيشتغل لي العقار بتاعي تكلفته كم، وبجيب قيمه الارض في السوق كم، بجمعهم مع بعض بيعطوني نسبه التكلفه اي شخص يمكن يعملها. لكن بس انت خد في بالك حاجه، لما تيجي تجيب عقارك الدار تقيمه مع العقار الثاني محل التقييم اللي انت حاطه في راسك مشابه له في الخصائص وفي الاشياء دي، فلازم تكون عارف ان تكلفه البناء اللي انت هتعملها دي بناء تاخد فيها ربح المقاول كم، وحتى العقار بتاعك انت عقارك مع العقار اللي انت قارنته ده او الافتراض اللي انت وضعته ده عقار جديد، شوف التقادم بتاع العقار بتاعك، عقارك عمره الزمني كم، فلازم تحسب الاهلاك بتاعه. يعني القانون بتاع حسب التكلفه، تجيب قيمه الارض، قيمه الارض تضيف ليها تكلفه المباني، تمام؟ تشوف المباني دي كلفتك كم بناء على عمر العقار، تقوم تعمل له اهلاك. الاهلاك انا قصد به شنو يا جماعه في التقييم؟ الاهلاك هو النقص التدريجي في عمر العقار، يعني العقار عمره سنه، ما العقار عمره 20 سنه. تمام؟ ده مفهوم اسلوب التكلفه. عندنا معادلات دائما نحن كنا بنستخدمها بكثره في التقييم العقاري، ويوميا انت بتواجهك انت كمقيم عقاري حتواجهك يوميا، اللي هو مفهوم معدل الرسمله اللي كان انا اتكلمت عنه في طريقه الاستثمار. معدل الرسمله ده يعني لنا شنو او قانون شنو؟ طيب سيبك من الجمله اللي انا واضحها دي، انا اعطيك اياها بصوره سهله وسلسه انت تفهمها من الويبنار ده مباشره. انت مثلا عشان تطلع معدل العائد او معدل الرسمله في المنطقه بتاعتك، مثلا افترض انك شغال على عقار عماره فيها شقق، شوف الشقه الواحده ايجارها بكم؟ ايجار السنوي بكم؟ ايجار مثلا، والله يا اخي الشقه دي ايجار مثلا ب 40000، تمام؟ الشقه ايجار مثلا ب 40000. طيب نفس الشقه دي لو جيت بعتها سعرها في السوق بيكون كم؟ سعر الشقه دي في السوق بيكون كم؟ يعني قيمتها السوقيه. تقوم القانون كالاتي: تقول والله يا اخي الايجار بتاع الشقه في السنه على القيمه السوقيه بتاعت الشقه دي او قيمه البيع بتاعها اضرب في 100. ده بيديك المعدل بتاع الرسمله، وبيختلف في منطقه لمنطقه ومن مدينه لمدينه ومن دوله لدوله، لكن المفهوم بتاعه واحد، تمام؟ بمعدل الرسمله. معدل الخصم يا جماعة، معدل الرسمله ومعدل الخصم يعني
في فرق بيناتهم، الناس كلها قاعد تلخبط بيناتهم. معدل الرسم الحاجة لحالة، ومعدل الخصم حاجة لحالة. معدل الخصم انا بحسبه كيف؟ عنده طريقة، عنده اربع طرق، هو في الحقيقة عنده اربع طرق، لكن اسهل طريقة والناس كلها متبعاها ومفهومة بالنسبة لهم اسمها طريقة النموذج، طريقة النموذج التراكمي، طريقة النموذج التراكمي. انا بتحصل عليها كيف؟ بجمع عبارة عن معلومات انا بتحصل عليها من السوق، مخاطر السوق مثلا كنسبة 2%، والارتفاع المتوقع للتضخم مثلا 3%، وعلاوة المخاطر الخاصة 2%. طيب واحد يجي يسألني يقول لي يا اخي والله يا اخي مخاطر السوق انت تقصد بها شنو؟ ال 2% جبتها من وين؟ طيب انا اوريك مخاطر السوق انا جبتها كيف. مخاطر السوق يعني في حالة عدم اليقين. يعني شنو حالة عدم اليقين؟ انا برضو ما فاهم يقول لي. او حالة عدم اليقين مثلا انت الان في سوق، كنت في سوق مفتوحة ما في اي شيء في السوق، الامور كانت هادئة، فجأة مثلا ظهرت لنا الكورونا. الكورونا دي ما كانت في الحسابات، تمام؟ يلا مخاطرة الكورونا أول الشيء ظهر لنا في السوق بسبب الكورونا ده، أنت أعطوه نسبة بتاعت 2% أو 1% بناء على تقديرك أنت اللي أنت محسبه على القيمة نفسها بناء على وضع السوق. هل تأثير الكورونا كان عالي جدا؟ وفعلا كان عالي، أعطوه مثلا 3% أو 2% بسبب أنه وقفت الأنشطة التجارية والسوقية والعالم كله وقف، تمام؟ بمخاطر السوق مثلا في حالة عدم اليقين مثل الكورونا. الارتفاع المتوقع للتضخم شيء معروف، يعني التضخم بتاع الاسعار بتاع العقارات، التضخم اسبابه كثيره يا جماعه، في النهايه مفهوم التضخم واضح بالنسبه للناس. علاوه المخاطر الخاصه يعني شيء، يعني مستثمر جاي يبني عنده صيانه بتاع التشغيل، صرف بتاع الرواتب، تقادم بتاع اهلاك اقتصادي، اشياء كلها روتينيه انت راح تدفعها من غير ما تكون انت خدتها في الحسبان، هي تلقى نفسك دفعت. لازم تكون خدت المخاطر دي في حساباتك. نحن في معدل الخصم عندنا النموذج التراكمي بيجمع مخاطر السوق والارتفاع المتوقع للتضخم علاوة المخاطر الخاصة مع بعض كلها، لما نجمعها بيعطينا معدل الخصم. وده عادة يعني تلقاها محسوبة في عند البنوك، عند الناس الأمانات أو الاشتراطات أو الناس البلدية، دايما بتدخل الأشياء دي تلقاها عندهم جاهز، أو المحليات في المنطقة لو أنت ما قدرت تحسبها وما قدرت الآلية بتاعتها، تمام؟ طيب القيمة الحالية لمعامل الخصم نفسي معدل الخصم ده او معامل الخصم اللي انا كنت بتكلم عنه ده عنده قيمه حاليه اللي هي جايه لنا من طريقه التدفقات النقديه المخصومه، وجايه لنا من قيمه من القيمه المتبقيه. انا بقدر استخدم القيمه الحاليه، ده قانون، بقدر استخدم القيمه الحاليه اللي هو ناتج لنا من معامل الخصم في التدفقات النقديه المخصومه وفي القيمه المتبقيه بشكل ثابت وشكل اساسي، ما فيه غبار ولا فيه نقاش. اي مغيب ما يعرف المعادله هذه ده ما يعتبر مقيم عقاري، لازم يكون حافظها عن ظهر قلب، اللي هي واحد على واحد زائد اي اس ان. ان انا قاصد بيه عدد السنوات، في كل سنه كم القيمه بتاعت الدفعات النقديه في كل سنه، السنه الاولى كم اللي هو واحد، السنه الثانيه اثنين، الان دي انا قاصد بيه عدد السنوات، الاي ده معامل الخصم انا حسبته اصلا من مخاطر السوق ومن الارتفاع المتوقع من علاوه المخاطر الخاصه، تمام؟ عندنا برضو تقدير قيمة البناء، أنا كيف أقدر أقيم أقدر البناء ده أعطوه قيمة، عارف كيف؟ أنا بشوف مسطحة المباني في الديزاين أو الرسمة أو الديزاين اللي أعطاني له المهندس، بشوف مسطحة المباني دي كلفتهم كم في سعر المتر اللي هيشتغلوا ليه المقاول، المسطحات المبنية بتاعت المساحات يعني مساحة المباني دي كم مضروب في تكلفة تنفيذ المتر اللي هي بتاعت المقاول هيعطيني ليه، تمام؟ دي قيمة البناء. عندنا معدل اسمه معدل الاهلاك. معدل الاهلاك عشان انت تقدر تحسبه تشوف العقار بتاعك ده انت بنيته له كم سنه، 10 سنوات تقسم على العمر الافتراضي للعقار. العمر الافتراضي للعقار ده بيكون في كل دوله مقسم، مثلا هنا في اعطيكم مثلا في السعوديه العمر الافتراضي للعقار للعقارات السكنيه 40 سنه. انا مثلا عندي عقاري عمره 10 سنوات، بقول والله 20 على 40 ده معدل الاهلاك بتاعي، تمام؟ لكن مثلا في السودان يمكن يكون 60، تمام؟ او في ناس اصلا ما عارفين في السودان كم العمر الافتراضي للعقار. عندنا القيمه السوقيه للعقار بسبب التكلفه، دي اللي هي قبيل انا جبتها من سبب التكلفه، قيمه الارض زائد تكلفه المباني ناقص الاهلاك. الاهلاك انا جبته منين؟ اللي هو معدل الاهلاك اللي فوق ده انا حسبته من عمر العقار على العمر الافتراضي للعقار، تمام؟ عندنا يا جماعه اخر حاجه هنا في المعادلات اللي احنا قاعدين نستخدمها، مساحة نصيب الأرض للشقة في حالة عدم توفر النسبة في شهادة البحث أو سكة الملكية. طبعا يا جماعة كثير كثير جدا جدا من الناس الواحد فيهم بيشتري شقة
متخيل انه الشقه دي مثلا في الدور الاول او في الدور الاخير، مو عارف انه عنده الشقه دي عنده نصيب من الارض، هو الارض دي الشقه دي ما مغامره على الارض، او العماره دي كامله مغامره على الارض. اي شخص يا جماعه انا بقول لكم من هنا، اي شخص عنده شقه اشتراها عنده جزء من الارض حقه، لازم يكون عارف انه الارض دي بتاعت المقام عليها الشقه دي عنده فيها نصيب. اذا الارض دي مساحتها مثلا 500، لازم يكون هو عارف نصيبك كم. انت بتشتري ارض، انت بتشتري شقه صحيح، لكن عندك نصيب ارض، لازم تكون عارف نصيبك من الارض ده كم، تمام؟ عشان بعدين لما تيجي تكون عارف نفسك انت قاعد تبيع شنو، قاعد تبيع الشقه فقط، عندها الشقه دي عندها نصيب من الارض. طيب كيف انا اقدر احسب نصيب الارض من الشقه؟ مثلا عماره يقوم مثلا فيها 6 شقق، انا عارف حقي كيف من الارض؟ بطريقه بسيطه ومبسطه، وترى الطريقه هنا ترى مو دقيقه، بس تقدر تعرف بها انت حقك كم من الارض. اذا مثلا ما كتبوها لك في التصميم، او ما كتبوها لك في صكك او في شهاده البحث ما عندك، تمام؟ اقول والله يا اخي مساحه الارض الكبيره دي مثلا الارض مساحتها 600 متر، تمام؟ بشوف مسطحه المباني العماره دي فيها 6 شقق، ال6 شقق دي مساحه كل شقه تم بجمعهم مع بعض بتديني مساحه المباني بتاعت الشقق. بشيل مساحه الارض 600 بقسمها مثلا على 800، 800 دي شو؟ مساحه الشقق، مسطحه المباني بتاعت الشقق كلها، تمام؟ بضربها في مساحه الشقه بتاعتي، الشقه بتاعتك انت المفروض تكون عارفها لما اشتريت، عارف شقه دي مساحتها مثلا 200 متر، تمام؟ مساحه الارض على مسطحه المباني في مساحه الشقه. طبعا هي هنا يعني تعتبر المساحه هنا التغريبيه، يعني ما في الغالب ما بنعتمد عليها، يعني لازم يعطونك لها حسبه مهندسين المساحه يحسبوها لك ويعطونك لها في شهاده البحث او سكه الملكيه، لانه ده حق من حقوقك انت كطالب به، اكون عارفكم. عندنا هنا يا جماعه عملت انا مثال، هنا مثال افتراضي لطريقه رسم التدخل، لانه معظم اي تقييم ارض تكون عارف كيف انه الاراضي المشابهه لها في المنطقه تكون عارف، يعني الطريقه بسيطه ومبسطه. لكن لو انا جيت قلت لك يا اخي والله يا اخي عندي عماره، العماره دي فيها شقق وعندي فيها معارض، قلت لك انا عايز اعرف العماره دي قيمتها السوقيه كم بطريقه رسم التدخل، ما حد يقدر يحل علي ما لم تكون عارف كيف انا اشتغل طريقه الرسم التدخل، تمام؟ وده بالنسبه للناس المهتمين بمجال التنظيم العقاري، المثال ده راح يفيدهم جدا جدا. أنا قلت في المثال ده لدى مبادرة الباحثين السودانيين عمارة تجارية في وسط السوق العربي في صينية الجندول. طبعا دي افتراضية، تمام؟ يتكون المبنى من عدد 15 شقة في الدور الأول والدور الثاني والدور الثالث، وهي عبارة عن مكاتب، وتوجد 6 معارض تجارية في الدور الأرضي، وحسب العقود التأجيرية والمستندات المرفقة من قبل مبادرة الباحثين السودانيين اللي هو بيعتبر أنا هنا العميل، المطلوب حساب القيمه الراسماليه للعماره. يعني باختصار الكلام ده شنو؟ مبادره الباحثين السودانيين عندهم عماره في السوق العربي، قالوا عايزين يعرفوا القيمه الراسماليه للعماره بتاعتكم كم، او القيمه السوقيه بطريقه رسم الدخل شنو، تمام؟ طيب الفكره كالاتي، الفكره انه بناء على التعميد الثاني من العميل اللي هو مبادره الباحثين السودانيين، المقيم بيقوم بيراجع العقود بتاعت الايجار وشهادة البحث ورخصة البناء والتصميم الهندسي المرفق، تمام؟ يزور العقار ويصوره ويتأكد من المساحات دي إنه فعلا مطابق حسب الرخصة وحسب العقودات وحسب شهادة البحث أو الصك بتاع الملكية، تمام؟ ويقوم بعدها يجمع معلومات من منطقة العقار وكيف الآلية وكيف الطريقة بتاعة الحزمة، إن شاء الله هتلقوها في المثال ده بإذن الله. طيب حساب القيمة السوقية بطريقة رسم الدخل، تمام؟ عندنا أول حاجة يا جماعة العمارة بتاعتنا قلنا فيها معارض وفيها مكاتب مقسمة على جزئين، الدور الأرضي فيه 6 معارض، تمام؟ والدور الأول والثاني والثالث فيه 15 شقة اللي هو عبارة عن مكاتب، تمام؟ أنا بقول لكم الفكرة بتاعت المعارض هي نفس الفكرة بتاعت المكاتب، ما فيها اختلاف، تمام؟ عدد المعارض هم 6 معارض، متوسط إيجار المعرض الواحد 80,000 جنيه، تمام؟ 80,000 جنيه في السنة، طبعا افتراضية الأرقام دي، هذه كلها افتراضية، ما في شيء، ما في بعدين واحد يجي يقول والله يا أخي أنت قلت جبت الأرقام دي منين، دي أرقام افتراضية كمثال فقط، تمام؟ أنا شلت عدد المعارض ضربته في متوسط إيجار المعرض الواحد أداني الدخل بتاع المعارض، أنا كده الآن عرفت الدخل بتاع المعارض كم، تمام؟ بس ده أنا هنا بس مو صافي الدخل، مو صافي الدخل الفعال الحقيقي، لا صافي الدخل الان اداني كم؟ لانه انا بعدين بقسم منه اشياء معينه. مجمل الدخل للمعارض طلع معايا 480,000.
انا بضرب في نسبه الاشغال، اللي هي شنو نسبه الاشغال؟ 95%. العقار بتاعك ده، المعارض بتاعتك دي كلها، هل مكتمل؟ هل المؤجرين كلهم موجودين؟ ولا هل في احتماليه انه شخص يطلع من المستاجرين دول ويجي واحد غيره؟ تمام؟ فانا بديه نسبه بتاعت الاشغال بافتراض انه العماره كلها او في او عدد المعارض كلها مكتمله 100%. انا بعطيها 95%، 5% الافتراضيه بتاعت الشواغر دي نسبه انه شخص يطلع شخص يرجع. تمام؟ مجمل الدخل للمعارض اضربه في نسبه الاشغال اللي هي 95% بتديك 456 الف. تمام؟ ده بيدينا الدخل بعد خصم نسبه الاشغال. تمام؟ طيب انا نفس القيمه دي اللي هي 456 الف اللي هي مجمل الدخل بعد خصم نسبه الاشغال ضربتها في نسبه مصروفات التشغيل والصيانه. طيب يعني شنو تشغيل وصيانه؟ طيب العماره بتاعتك دي انت عليك صرف بتاع الكهرباء، عليك ناس بتدوهم الرواتب بنظف العماره، عندك مثلا صيانه بتاعت مثلا سباكه مثلا. تمام؟ كل الاشياء هذه لازم تحطها انت في حسابك، انت بتصرفها في الصيانه التشغيليه او الصيانه الراسماليه والتشغيليه بتاعتك بتاعت العقار. انا افترضتها مثلا 10%، اي واحد بناء على العقود بتاعه يقول والله مثلا الكهرباء والمويه والحاجات دي على المؤجر انا بديها 5%، برضه ممكن على حسب العقود التاجيريه بتاعتك. مجموع الدخل بعد خصم نسبة الاشغال تضرب في نسبة مصروفات الصيانة والتشغيل، بديك مصروفات التشغيل والصيانة بعد نسبة المصروفات. طبعا الكلام يعني 456 ألف في 10% أدتنا مثلا 45,600. أنا حشيل مجموع الدخل بعد خصم نسبة الاشغال بطرحه من مصروفات التشغيل والصيانة اللي هي 456 ألف ناقص 45,600. تمام؟ ده هنا اداني الدخل الفعال للمعارض، الدخل الحقيقي اللي انا حصلت عليه بتاع المعارض. تمام؟ قسمته على معدل الرسمله او معامل الرسمله، اللي هو انا جبته من وين؟ معامل الرسمله، اللي قال انا قلت انا اتكلمت قال القانون بتاعه، قلت يا اخي انا قال في موضوع الشقه، قلت يا اخي ايجار الشقه على القيمه السوقيه بتاعت الشقه في 100. تمام؟ هنا لا، هنا بشوف المعرض الواحد ايجاره كم؟ ايجار المعرض على القيمة السوقية لمعرض أنا داير أبيعه، يعني إيجار المعرض إيجار على بيع فعلي للمعرض في 100، أعطاني مثلا تقديريا 9%. تمام؟ القيمة دي بيجي يقول والله الدخل الفعال للمعارض على معامل الرسملة اللي هو 410,400 على 9%، أداني هنا القيمة السوقية للمعارض بطريقة الرسملة اللي هو طلع معايا 4,560,000 جنيه سوداني. تمام؟ دي هنا القيمة السوقية للمعارض بطريقة رسملة الدخل. نفس الفكرة بتاعت المعارض تنطبق على الفكرة بتاعت المكاتب، ما فيها أي اختلاف. هي نفس الفكرة، هنا بس معارض، هنا مكاتب. معامل الرسملة اللي هو هنا 9% ده افتراضي، يعني يمكن يكون هنا 7%، هنا يمكن يكون 8%، يمكن يكون اختلاف. أنا بالنسبة لي كمقيم عادة حتكون عندي اختلاف، ما حتكون نفسها إلا في حالات معينة ونادر ما تحصل معك. تمام؟ الفكرة انه انا جبت القيمة السوقية للمعارض والقيمة السوقية للمكاتب برسملة الدخل، جمعتهم مع بعض عطاني القيمة السوقية الإجمالية للمعارض والمكاتب، دي تعتبر القيمة الرأسمالية أو القيمة السوقية بتاعت العقار اللي أنا ممكن أشتري بها العمارة دي كاملة اللي فيها الشقق وفيها المعارض. تمام؟ أنا هنا في السلايد اللي بعديها شرحت طريقة الرسملة اللي هو أنا ذكرت لكم بس قبليها في الصفحة السابقة، هنا الشرح بس للناس اللي ممكن تستفيد منها. تمام؟ نفس الكلام ده انا قلته سابقا. واخيرا يا جماعه عندنا التقييم العقاري في السودان والمشاكل الكبيره اللي قاعد تواجهنا في التقييم العقاري اللي اصلا احنا ما مطبقينه في السودان، ونتمنى ان شاء الله نطبق يعني في القريب العاجل ان شاء الله. طيب يا جماعه التقييم العقاري ده جانا 200 في السودان، والناس هل بتعرف عنه شيء ولا ما بتعرف عنه شيء؟ تمام؟ التقييم العقاري يا جماعه ظهوره او مفهوم ظهوره جانا مع التمويل، يعني مجرد ما التمويل ظهر في البنوك للعقارات ظهر التقييم العقاري في السودان. تمام؟ يعني يمكن بصوره اوضح اقول والله ظهور التقييم العقاري في السودان مع بدايات ظهور مفهوم التمويل العقاري في البنوك، نقطه سطر جديد. تمام؟ كثير يا جماعه من الاسئله اللي قاعد تجينا او قاعدين نواجهها لما نكون موجودين، بيقول لنا يا اخي ما شفت العقارات، اسعار العقارات في السودان والله صارت بالدولار، والله الجبرة صارت فيها العقارات بالدولار. في كافور يا جماعة العقارات كم؟ في المعمورة ما تقدر تشتري عقار أصلا يا جماعة. ببساطة أسأل نفسك سؤال، الأسباب بتاع زيادة أسعار العقارات في السودان شنو؟ بصورة عامة يعني جنرال أسأل نفسك السؤال ده،
بناء على اشياء كثيره ما حد يقدر تحسبها من خلال ال 30 سنه اللي فاتت الى الان، تمام؟ يعني احنا الان عارفين الوضع في السودان كيف، لكن بصوره عامه او صوره اساسيه نقول احنا ارتفاع تكاليف البناء، اسعار الاسمنت واسعار السيخ كل يوم بسعر جديد بناء على الدولار وبناء على تقلبات الوضع في البلد، ارتفاع تكاليف البناء، لانه الواحد الان لو بدا بنيان بكره حيقدر يتمه اصلا، لانه اشتري اليوم بسعر بكره حيجي يقولوا له ضعف السعر. ارتفاع تكاليف البنيان دي من الاسباب بتاع زياده اسعار العقارات في السودان، تمام؟ حتى الكثافه السكانيه زادت يا جماعه، الناس كلها انتقلت من الاغاليم مشت الخرطوم، فبالتالي لازم حيكون في ناس عايزين ياجروا، في ناس عايزين يشتروا، فزياده الكثافه السكانيه كان سبب اساسي من اسباب ازدياد الاسعار بتاعت العقارات في الخرطوم او في السودان بصوره عامه، تمام؟ التضخم، التضخم ده بيلعب دور، ده اصلا ملعب كامل حتكون يعني ما حنقدر نحصوه احنا اصلا في الويبينار ده، تمام؟ بناء على اشياء كثيره، تضخم سياسي، تضخمات اقتصاديه كثيره جدا جدا بسبب افعال سياسيه، بسبب افعال ما قدرنا ناخذ فيها نحن ان شاء الله، ده ما موضوعنا، تمام؟ عندنا اسعار الايجارات يا جماعه، واحد يكون عنده شقه يجي اجر لك مثلا والله ب 50 الف جنيه سوداني، داره نفسه نفس الشقه ومشابهه لها يجي يقيمها بمزاجه، يجي ياجرها لشخص ثاني ب 80 الف. السبب في الكلام نفسه ارتفاع اسعار الايجارات مختلف من شخص لاخر، لانه ما في ناس بيحكموا في السوق ولا في الضوابط ولا في الواحد بس من راسه يعطيك سعر الايجار، ده برضه من الاسباب بتاع زياده بتاعت اسعار العقارات يا جماعه، تمام؟ عدم وجود المكاتب العقاريه المتخصصه في مجال التقييم لضبط السوق السوداني، كل الناس الموجودين في السوق السوداني في الوقت الراهن كلهم ما شاء الله تبارك الله سماسره، الواحد يلبس الصباح عمت او بنطلون وقميصه ماشي يشتغل سمسار في السوق، اذا كان سمسار في العقارات، اذا كان سمسار في السيارات، اذا كان سمسار في العمله، فده اصلا من الاسباب اللي خلى البلد اصلا ماشيه في الانحدار ده، تمام؟ فبصوره عامه او يعني جنرال كده ممكن الاشياء دي اسباب زياده العقارات في السودان، عشان الواحد يسال يعني، وفي اشياء كثيره متراكمه واسباب معروفه يعني بالنسبه للناس المختصين. طيب في النهايه انا الريكومنديشن بتاعي او الملاحظات او النوتس اللي انا حقدر اقدمها لكم شنو في الويبينار ده علشان الناس ممكن تستفيد منها في السودان، انا ما بتكلم عن الدوله المقيم فيها الان، انا بتكلم عن السودان. يا جماعه لازم يكون في هيئه رقابيه او نظام موحد للتقييم العقاري في السودان يتبع لجهه متخصصه في العلوم العقارية. انا داري انه الكلام ده موجود في السودان في هيئه او في سلطه عندها مختصه بالتقييم العقاري، بس نايمه، اقول لكم من الان هي نايمه ما شغاله. ما في، انا لو جبت 100 شخص من ناس السودان وسالتهم عن التقييم العقاري او المجلس شنو او بتاع التقييم العقاري او المسؤولين من التقييم العقاري، هيقول لي والله ما عارف، 1% بس هيكون عارف، تمام؟ يا اما هي الهيئه الرقابيه دي نايمه اصلا ما عارفه شغلها، او اصلا ما في نظام موحد متبع في التقييم العقاري. زمان كان بتذكر في ناس بدوا كورسات في جامعه السودان لعلوم التكنولوجيا، فما اعرف الان هل هم مواصلين ولا موجودين، واتمنى انه يعني يواصلوا ويكونوا في نفس النظام، فدكاتره ما شاء الله عليهم مؤهلين وكوادر يعني ما شاء الله تبارك الله. القضاء على الوكالات العقاريه او ضبطها بصوره جيده، القضاء على العمل العشوائي في العمل العشوائي الذي تمارسهم. يا جماعه زي ما قلت لكم المشكله كلها، انا ما اقدر اقول المشكله بنسبه 100% في السماسره، حتى الوعي بتاع الشعب السوداني ذاته لازم يكون عنده عقليه، لازم يكون هو عارف نفسه بيعمل في شنو، لازم لما يكون ماشي مثلا لمكتب بتاع عقارات او سمسار عارف نفسه هو يعني حينظلم او حينعرض للخداع او للغش، فلازم يا جماعه لازم يكون الهيئه دي تنتبه للوكالات او المكاتب العقاريه دي. يا جماعه انا المكاتب العقاريه ما يزعلوا مني، انا والله ما بزعل، لكن انا ضد المواطن الغلبان عشان ما يتغشى، ولازم يكون في ناس يكون عندهم ضوابط ومنهجيه يكونوا مراقبينكم عشان تكونوا مواصلين شغلكم بطريقه صحيحه وسليمه. لازم يكون برضه في شروط معينه للحصول على مقيم عقاري، يعني ما لازم يكون عندنا يعني وظيفه او مهنه مقيم عقاري يكون في السودان ده شغله، تمام؟ لازم يكون عندنا كوادر احنا ندربها ويتبعوا اسس علميه معينه وضوابط ومنهجيه عشان شنو؟ يشتغلوا في السوق السوداني، وتراها مهنه يعني يا جماعه، الناس ممكن تاكل منها عيش. لازم الناس توعى الكلام ده، يعني يمكن تكون انت خريج بتاع هندسه او خريج بتاع محاسبه، بعدين تكون عندك الالمام بالمجال الهندسي والالمام الاداري والمحاسبي، تقدر تكون مقيم عقاري وتشتغل في السوق، ومهنه جميله والناس دي، وفي ناس الان ما شاء الله شباب، بعض الشباب انا شايف في السودان بدوا يتجهوا للافكار دي يعني، تمام؟ بالتوفيق لهم ان شاء الله.
العمل على توعية السوق السوداني بمعرفة أساليب وطرق التقييم الحديثة، اللي هي الأساليب وطرق التقييم اللي تكلمنا عنها دي، وفي يوم من الأيام إن شاء الله برضه نيجي نتكلم عن الأساليب والطرق دي بصورة أوضح، لأنه هنا الويبينار ما بيسعفنا، الزمن ما بيسعفنا. فتوفير شركات أو مكاتب عقارية متخصصة في مجال التقييم العقاري. طبعا يا جماعة أنا ما لا أخفيكم سر، أنا داري إنه في شركات الآن في السودان، في شركات وفي مكاتب أصلا شغالة في التقييم العقاري، لكن يا جماعه لما يكون في مكتب بتاع عقارات او شغال تقييم عقاري تابع لنفس الجهه بس بطريقه كده غير مباشره، فدي هنا مشكله يا جماعه. لازم التقييم العقاري يكون فيه انحياز، يعني ما يكون شخص، ما عفوا، ما يكون شخص مثلا متبع لشخص حايز له، لازم يكون صفه عاده مختصره، يعني لازم يكون الشخص المقيم ده يعني ما مع الطرف ده ولا مع الطرف، بيكون يعني شخص عادل في قيمته، يعني لما نطلع القيمه بتاعته تكون قيمه عادله، تمام؟ عشان كده لازم يكون في اسس وضوابط منهجيه حسب الجهات المختصه اللي توفر لنا عمليه التقييم العقاري. افتكر انا هنا لحد هنا استاذ وفي اكون اتكلمت عن التوصيات، واخر شيء اقول لكم شكرا جزيلا. سامعني يا وفي؟ شكرا جزيلا يا دفعة أسامة، حياك يا حبيبي، والله قدمت شيء مركز وشيء جديد علينا في السودان. بالعافية إن جرعة شاء دايرة الله. محاضرات زي ما قلت، الليلة دي نعتبرها تقديم بسيط عن التقييم العقاري. فخور بك جدا يا دفعة، يعطيك ده كلام العافية جميل يا جدا. مهندس وفي. وأول شيء أول شيء يعني التسجيل بتاعك ده الليلة ظهر لنا الدفعة كلهم. معظم ما شاء الشباب الله ما في تبارك الله، جلسة، ما معانا في جلسة الزوم، لكنه في الجلسة في فيسبوك هناك. ما شاء الله. فالتحية لهم من هنا. طيب يا أنا أسامة، أنت بحيي جميع أصحابنا وأصدقائنا ودفعتنا، وأحييهم وأينما كانوا، أتمنى لهم الخير والسعادة إن شاء الله والتوفيق في حياتهم إن شاء الله. تقريبا معظم الأسئلة اللي في موضوعات الفيسبوك أنت جاوبت عليها ضمنيا، لكن في سؤال أنا أنت جاوبت عليه يعني، لكن حابب تأكده تاني. في سؤال مباشر قال لك ما الفرق بين السعر وقيمة العقار؟ يا جماعة الفرق بين، هي في الحقيقة مو الفرق بين السعر ولا الفرق بين القيمة بتاع العقار، الفرق بين القيمة والثمن بتاع العقار أو السعر بتاع العقار بمعنى آخر، تمام؟ في الأصل أو في الشريعة يوجد اختلاف بين القيمة وبين الثمن اللي هو السعر، يوجد اختلاف بين القيمة واختلاف بين الثمن بتاع العقارات. القيمة هي قيمة سعر المنتج أو قيمة العقار في السوق، تمام؟ والسعر أو الثمن هذا هو يعني عملية العوض المدفوع في صفقة فعلية منفذة، تمام؟ يعني الفرق بين القيمة هي قيمة المنتج أو قيمة العقار في السوق، والثمن هو القيمة الفعلية أو الثمن الفعلي المدفوع في صفقة منفذة. هذا هو الفرق بين القيمة والثمن. يعني بخلاصة الأمر، الثمن أو السعر إلا بعد العملية يتم البيع يتم أيوه منه، أيوه ثمنه بعد البيع تتم في صفقة فعلية منفذة. قيمة العقار ده اللي هو جاي من التقييم بعد الكلام اللي شرحته ده كله صحيح والإجراءات دي. صحيح. طيب أنا بحاول أفتش لك الأسئلة إذا في عندي سؤال أنت ما جاوبت عليه. طيب يا أسامة، أنت شايف إنه الكلام ده أنت ذكرت هسه في نهاية كلامك إنه في السودان في جهة هي مسؤولة من التقييم العقاري لكنها نايمة ما شغالة. تجربتك أنت في الحتة اللي قاعد فيها الآن، ما احتمال إنه الكلام ده يكون في السودان أو الحتة اللي أنت قاعد فيها دي التقييم العقاري ده جاء عن طريق الصدفة، ولا كان منهج يدرس في الكليات سواء كان الهندسية أو الإدارية أو الاقتصادية أو غيره؟ والله شوف، في الجامعات هنا في السعوديه لجوا له اخيرا، يعني احتمال يكون في السنين القادمه او في السنوات القادمه هم عندهم شكلهم مشروع ان شاء الله، اتوقع راح يكون بالنسبه للناس في مجال الهندسه بصوره عامه حيكون في التقييم العقاري وفي تخصص له، حسب اللي انا شايفه وحسب الدراسات وحسب الرؤيه اللي انا شايفها اليوم في رؤيه 2030. لكن الان هم عندهم اكاديميه اسمها اكاديميه التقييم، دي مختصه بانه اي شخص علشان هو يكون مقيم عقاري لازم يجتاز عدد من المناهج، المناهج دي تبدا من 101 الى 116. في عباره عن شخص يكون عضو، في عضو منتسب، وفي يمكن عضويه بتاع الطالب، ممكن انت تكون طالب برضه في الجامعه تقدر تاخذ الدورات والمناهج بتاعتهم دي، بيعطوك عضويه بتاع الطالب، ممكن تكون مثلا خريج بتاع هندسه يعني تكون قريت المناهج والدورات بتاعتهم دي، يعطونك مثلا عضويه بتاعت منتسب او عضويه بتاعت مؤقت، تمام؟ الا ما تجتاز مثلا 107 كمثال يعطونك عضويه بتاعت معتمد.
أضف إلى ذلك يعني في أنت كل ما أنت خلصت الدورات تقدر تصل لمرحلة الزمالة وكذا، فغالبا أنت لما تصل ل 107 أو 114 115 وتصل لمرحلة الزمالة تقدر تستطيع أنك تفتح شركة يعني بالنسبة لهم. فهم ماشيين بأسس ورؤية ثابتة، ويعتبروا يعني في المملكة العربية السعودية أتوقع هم يعني نمبر 1 في الشرق الأوسط من حيث مجال التقييم العقاري، لأنه هم عندهم كوادر مؤهلة في السوق العقاري، وعندهم شركات محترف بها عالميا. تمام، واصلا كان مناهجهم سابقا كانت امريكيه، والان مناهجهم نتوقع ماليزيه. تمام، فهم يعني الكلام بتاع التقييم والتقييم العقاري واساليب وطرق التقييم العقاري هم باختصار واصلين احسن شيء واخر شيء وصلوا له في العالم، يعني الطب يعني في امريكا نفس التقييم اللي في السعوديه هو نفسه في امريكا، حتى هو نفسه في الامارات، حتى نفسه هو في كندا، حتى في نفسه في كل دول العالم واحد. نعم جميل، إن شاء الله في يوم من الأيام نكون في منهج تقييم عقاري سوداني إن شاء الله بإذن تكون الله، تساهم في وضعه، سواء كان إن منهج شاء الله بإذن تعليمي أو الله. منهج للسوق. طيب ممكن الزول يتساءل يقول يا أخي أنت في النهاية طيب درست الكلام ده بأسس معينة وأخذت شهادات معينة، وفي النهاية أنت برضه في النهاية عايز قروش يعني بتقيم، لكن أنت ما عملتش الشغل ده مجانا، الفرق بينك وبين السمسار العادي شو؟ في تساؤلات والله دي شوف، وهذا السؤال ده قاعد يواجهني كثير، حتى من اصدقائي وحتى من اهالي في البيت برضه بيسالوني السؤال ده، انت فرقك شنو من السمسار العادي؟ تمام، لدرجه انه اصحابي يقول لي يا اخي انت والله السمسار بس مغني شويه بس بالاجهزه بتاعت كمبيوتر وبكده. بس انا هنا بتبع يا جماعه معايير دوليه، تمام، واللي هي زي ما انا ذكرت قبل، قلت يا اخي نطاق العمل، انا بكون متفق مع العميل على شروط معينه بتاعت التعاقد، تمام، وبدي اسس وقيم عاده حقيقيه صحيحه، وبجيب معلومات حقيقيه. يعني في مثال الان مثلا اذا جيت سالتني قلت لي انت فرقت في القيمه بين السمسار شنو وبين القيمه بتاعتك انت كمقيم شنو، انا بديك القيمه بتاعتي في التقرير. تمام، اول حاجه. الحاجه الثانيه، القيمه بتاعتي دي مبنيه على اسس ومنهجيه وضوابط ومعايير متبعه عالميا، يعني ما فيها خداع. تمام، حتى القيمه نفسها حتى لو كان فيها تفاوت بيني وبين مقيم اخر، تمام، بيكون التفاوت بسيط بناء على الداتا اللي انا بتحصل عليها. انا بعمل لك اناليسيس للداتا، انا يمكن اشتغل في التقرير بتاع التقييم ده اكثر من يوم، يمكن اسبوع انا اشتغل لك على التقرير ده، لكن بطلع لك تقرير قيمه صادقه حقيقيه. يعني انت اليوم مثلا، اعطيك مثال، اليوم اذا انت مثلا ماشي لدكتور مثلا جراح بتاع قلب، عندك مشكله في القلب لا قدر الله، تمام، او اي شخص، انت هتضطر تمشي للدكتور المناسب بعد توصيات وبعد اسئله كثير، حتكتشف ان الدكتور ده ليه انت اخترته من دون الدكاتره الثانيين. طيب ليه انا اخترت انا كمقيم ما مشيت للسمسار؟ بناء على شنو؟ بناء على سمعتي في السوق، اخلاقي، جودتي، المامي انا بالبناء، انا كمقيم عقاري بكون لامي بالبناء، لامي بجوده التشطيب، لامي بالعلوم الاداريه والمحاسبيه، بكون عندي خبره في التقييم ووقت ميداني. لكن غالبا السمسار ده بكون بالتليفون بس انجز المهمه. فده الفرق بين المقيم وبين السمسار يعني بصوره عامه. كلام جميل. طيب كاوت كم ممكن واحد يتساءل، هل بعد السعوديه طبقت نظام التقييم العقاري ده، هل الاسعار نقدر نقول اسعار العقارات في السعوديه بقت ارخص مما كانت قبل عمليه التقييم العقاري ده؟ وشوف، سعر العقار ما عنده علاقه مع التقييم العقاري نفسه مباشره. ليش؟ لانه ممكن يكون العقار سعره مرتفع وسعره منخفض بناء على الخدمات في المنطقه، بناء على العوامل المؤثره على العقار نفسه، ما عنده علاقه مع ان انت عملت الضبط في السوق للتقييم العقاري معناته العقارات راح تنزل، لا، بناء على وضع السوق، المؤشرات اللي هي ظروف السوق الحاليه. تمام، يعني مثلا الاسعار الان قبل كورونا كانت اسعار وبعد الكورونا صارت اسعار، مو علشان التقييم العقاري، علشان وضع السوق ومؤشرات بتاعت السوق هي اللي بتتحكم في السوق وبتتحكم في القيمه بتاعت العقار، يعني ما عندها علاقه مع الضبط بتاعك. هنا بس ضبط التقييم العقاري صار ما في تلاعب، او في منهجيه او في اسس ومعايير او في لجنه تكون متابعه للشركات، حتى يكون كتمويل كجهات حكوميه كده، ما يكون في تلاعب في الاسعار، يكون في ضبط في التقييم نفسه. كلام جميل. في سؤال مباشر من محمد أحمد بيقول بالنسبة للموقع يا باشمهندس، ممكن أختار موقع عادي وأعتمد على الدعاية والإعلان لو ما قدرت أتحصل على الموقع المناسب؟ سؤال الموقع قد يكون فضفاض. ايوه، السؤال هنا ما واضح، لكن اذا قصده هو مثلا لما انا اجي اقيم العقار بتاعي، لازم انا بناء على المستندات او الشهادات بتاعتي دي اللي هي الصك الملكيه، اللي هو شهاده البحث،
لازم انا اتاكد لما اشيل المعلومات من العميل، اتاكد ان انا واقف على العقار الصحيح علشان اقدر اجيب معلومات حقيقيه وصحيحه لنفس العقار. يعني ممكن انا اكون شايل مستندات او اوراق او معلومات امشي اجيبها للعقار المباشر، ما نفس العقار بتاعي، العقار اللصق له او اللي جنبه مباشره. فدي هنا انت بتكون كارثه، انت بتكون شايل اوراق عقار ومشيت غيمت عقار اخر. فدي معظم الشركات اذا شافوا انه الحاجه دي غلط ممكن تكون اكس بالنسبه للعميل، يعني تصل في لمرحله بتاعت غضب معه. كلام جميل. في سؤال من الزميل دفعة معز كمال، بيقول السلام عليكم يا دفعة، هل وجود نظام تقييم عقاري سليم بيساعد في وجود مطورين عقاريين؟ ما قال مقيمين، قال مطورين. صحيح. هو شوف المطور العقاري زي ما قلت انا قبل في بدايه الحديث، ان علوم العقار بصوره عامه تتقسم لكم حاجه، من ضمنها التقييم والتسويق واداره الاملاك والتطوير العقاري. بناء الان انت مثلا مطور عقاري لما يشتغل على عقار، فهو اذا مثلا صاحب العقار نفسه او المطور هو عنده كميه من العقارات، عشان بعدين لما يبني مثلا الفيلا بتاعته او يبني العقار بتاعته، عارف القيمه بتاعت الارض، بتاعت الارض دي مثلا من مساحه ومن سعر، او القيمه السوقيه بتاعت الارض بتاعتك كم، وبناء على تكلفه البناء بتاعتك انت كمطور بنيتك كم، تقدر تعطي القيمه السوقيه بتاعت العقار. لازم تكون عندك تقييم للاراضي اللي انت بنيت عليها الفيلا، عشان تعرف انك بعدين حتبيع الفيلا بتاعتك بكم، او الشقه بكم في الميزان. كلام جميل. طيب، شاكر لك المرة الثانية دفعة، يعطيك العافية وتقريبا أستاذ أنا محمد. غطيت كل الأسئلة، وفي شباب كانوا معانا في جلسة الزوم لكن شكلهم واجهوا مشاكل في الإنترنت ففقدوا الاتصال. طيب يا أسامة، وات نيكست؟ في السودان كلنا زي ما شايفين أسعار العقارات خرافية ومن غير خدمات، يعني في عقار سعره عالي وما عنده قيمة، يعني الآخر والله أنت هو شوف في الحقيقة أسعار العقارات، يعني أنا ذكرت العوامل المؤثرة على أسعار العقارات، ده الشيء العلمي أو الممنهج أو الصحيح. بس نحن في السودان ما قاعدين نتبع العوامل بتاعتنا، يعني يمكن يكون المخطط ما فيه خدمات، تلقى سعره فوق واصل السماء. ليش؟ بسبب أبعاد السماسرة، لأنه السوق بتاعنا أصلاً ما فيه ضبط وما فيه منهجية متبعة. فالسماسرة هنا بيلعبوا دور، يعني يمكن يقول لك والله المخطط ده ماشي في نمو، حركة السوق في نمو، بس صحيح يمكن تكون في نمو بعد 10 سنوات مو الحين، او بعد 8 سنوات، بس سعر العقار يكون سريع. ليش؟ لانه في عمليه بتاعت تسويق من السماسره بصوره سريعه، وميديا اعلنت عن الاسعار دي، والناس كلها انقبضت على نفس المخطط، في حين انه المخطط ده يمكن الخدمات يوم بعد 10 سنوات، وفعلا يكون سعره طار السماء بعد 10 سنوات مش الحين. الحين هم يعلون بسبب السماسره، بس بسبب السماسره، لانه ما في ضبط ولا في منهجيه في السوق ولا في ناس جهة متبعة عليهم، يعني فهمت؟ طيب، عشان ما نضغط على السماسرة، او في زول يقول انه نحن متهمين السماسرة انهم سبب المشاكل او سبب ارتفاع الاسعار. في سؤال مباشر ثاني او تعقيب من محمد احمد، بيقول لك طيب لو نظام التقييم العقاري طبق في السودان بنكون ايه، تخلصنا من السماسرة؟ اول شيء قبل ما اجاوب، هو ان نحن محتاجين للسماسرة ولا المفروض نتخلص منهم؟ والله شوف، انت ما تقدر تتخلص من السماسره، وبالعكس انت محتاج ليهم، بس لازم يكونوا يعني عندهم، يعني حتى كمان الشغل بتاع السمسره صار علم يدرس، يعني فهمت؟ فلازم يكون عندهم قواعد وضوابط ومنهجيه متبعه بالنسبه لهم، لازم ما يتجاوزوا خطوطهم الحمراء، لا يتجاوزون، يعني يكونوا في ليميت معين، يعني في فهمت حدود معينه ما يتجاوزونها، لان انت في النهايه لازم تحتاج شخص يعطيك معلومه، تمام؟ المعلومه دي انت عشان تتحصل عليها لازم بعدين تعمل لها اناليسيس تحليل، لازم تحللها. فمعظم السماسره عندهم صح خلفيه بالعقارات، بس مشكوك في قراءه المعلومه، ممكن تكون صحيحه وممكن تكون خطا. بس اذا انت اعطيتهم دراسات او اعطيتهم منهج معين هم متبعينه، او عملت لهم مثلا اكاديميه معينه واعطيتهم على ضوها العمل المناسب، فأتوقع ما راح نستغنى عنهم، بالعكس راح يفيدوا التقييم العقاري جدا. تمام، تقريبا احنا كده غطينا على كل الاسئله. وقبل ما نغادر او قبل ما تغادرنا، نوضح انه الجلسه دي تم بثها في قناه مجموعه الباحثين السودانيين المجموعه العامه، وفي نفس الزمن حيتم حفظها وتسجيلها في قناتنا في اليوتيوب اس ار اف سودانيز ريسيرش فاونديشن. طيب يا اسامه، ضغطنا عليك، لكن خططك الجايه شنو؟ انه نعالج
هو الوضع اللي حاصل في السودان ده، الوضع اللي انت شفته، ولا المنهج اللي انت اتعلمته؟ والله شوف في زي ما الحقيقة قبل ما تجاوب، على السؤال ده، دايما بروف علام النور بيقول انه بيقول ذا رول اوف برايفت بارتنرشيب ويز ذا بابليك، يعني بيقول مهما كانت الحاجات، اذا الجفرمنت ما اتدخلت في حاجات معينه، او خصوصا البنى التحتيه والتنظيم الغالي ده، غالبا من اسس البنى التحتيه، الحاجه دي ما بتمشي قدام. هو بيقولها بطريقه فيها حسر كده، لكن انا بدي اشوف نظرتك للموضوع ده كيف. والله شوف حقيقة يعني أنا أقول لك أول حاجة أتمنى إنه السودان يرجع زي ما كان أول وسابقا يعني قبل العهد البايد، تمام، وأتمنى إنه الأمور كلها تسير على ما يرام، وأنا أتوقع إنه الرجل المناسب في المكان المناسب هو اللي حيقود لبر الأمان. أما بخصوص التقييم العقاري، نحن إن شاء الله ككوادر عندنا أي معلومة في تعلمناها في الخارج ما راح نقصر يعني على البلد في شيء، بل بالعكس حنكون جاهزين لخدمة البلد، وأي معلومة عندنا راح نقدمه. وأنا من الويبنار هذا، لأي شخص عنده معلومة في التقييم العقاري يبغى يرجع لي، أنا جاهز يعني على الخاص، على الإيميل اللي موجود هذا على الصفحة الآن، أنا جاهز أقدر أقدم له مساعدة، أقدم للبلد مساعدة، أنا ما عندي مانع. بالعكس، وحتى يعني ممكن إحنا نكون لاحقا يكون عندنا كتب ومناهج، نفس الكتب والمناهج العالمية الموجودة عالميا، نقدر ننقحها وتفيد البلد يعني، والناس تمارس التقييم العقاري بصورة صحيحة وسليمة، يعني بحيث إنه الناس كلها تكون شفافة في القيمة اللي حتنتج إن شاء الله، والقيمة السوقية الحقيقية. كلام جميل. إعلان أخير للناس اللي ما قدرت تتابع معانا، سواء كان مشكلة الإنترنت أو الجدول بتاعك ما كان متاح، فالفيديو ده هيكون في قناة الباحثين، أو في مجموعة الباحثين مثبت، وسام أنا عملت دايركت تاج، يعني أي تساؤل ممكن يظهر لك على طول تجاوب عليه، والناس اللي ما قدرت تتابعه يترفع في خلال 24 ساعة تقريبا في قناة الباحثين في اليوتيوب. شاكر لك جدا، ونلتقي في لقاءات ثانية. في أمان الله. آخر لك، يعطيك العافية أستاذ، شكرا، السلام عليكم.